اليوم طبعا المرات راح تصير على الاندودونت تريتمنت، هو الموضوع ادفانس كوست تي بي نوعا ما تحكي قاعد نحاول نسهله وراح نحكي فيه. هذا اللي راح نحكي فيه انا اي ثينك انه الى حد الان هو ذا برايت نيدز اوف الاندودونت تريتمنت. انه هسه وين وصل الاندودونت تريتمنت؟ شو موجوده اصلا؟ مش وقت لازم تاخذ قرار شجاع بالمعالجه، شو وقت لازم توقف زين. طيب اغلب الكيسات راح تنشر خاصه اللي تخص البايو سيراميك اوبتريشن راح يكون فيها ريكورد فولو مو بس كيسات اللي هي نيت ريزولت. كمقدمة بسيطة وراء دكتور أحمد حمودي راح يدي تشيكم عن الكالسيوم سيليكيت سيمنت. شنو هو الكالسيوم سيليكيت سيمنت؟ هو الاسم العلمي لبايو سيراميك سيلر. شنو هو؟ هل هو سيلر؟ اللي هو فيلنج ماتيريال، لأنه أصلا ما يصير تقول بايو سيراميك سيلر. أوكي؟ ليش احنا نقول عليه سيلر؟ لأن جاي نستخدم وياه قتل بيرك. ليش نستخدم وياه قتل بيرك؟ تفاصيل كثيرة راح تجيبها دكتور أحمد حمودي. ليش أنا أصلا صار هيك انظر بالموضوع والاطباء قاموا يشتروه؟ لانه هو قام ينباع بالسوق والاطباء قاموا مدحون به. هسه منو عندكم يشتغل بايو سيراميك سيلر؟ منو عندكم يشتغل بايو سيراميك سيلر؟ زين شنو السبب اللي خلاكم تشترون بايو سيراميك سيلر؟ مثلا هي زين انت بالبدايه ايش تشتغل؟ فانت ما تحتاج السيستم بي، ما تحتاج الاوبشن صح؟ زين بعد هم أصلاً ليش سووا؟ ما نزلوا ليش سووا؟ ليش سووا أصلاً البداية؟ ليش صار تفكروا ليش طوروا؟ ليش إجى الـ MTA وسووا مادة ثانية غير الـ MTA كالسيوم سيليكيت غير؟ ليش شنو كانت الفكرة؟ الريجن طلعت على ديسادفانتج مال نفس السيركانس اللي عندي أنا كنت أفكر هذا أهل الفريق أوبتوش نمي زين خلي أصبح مثال بسيط. أكون محاضرة من اليوتيوب اسمه دانسينج كروس. هاي المحاضرة نحكي على الإريجيشن. واحدة من الديسادفانتج كبيرة لل 3D اوبشوريشن هي الاروجن اللي يسببها الصوديوم هايبوكلورايت. اوكي هاي طبعا الباش ماركس ابي سالم كندي امريكي كندي. هذا الرجال عنده ابحاث كوم على الاريجيشن الاندودونتيك تريتمنت. يقول لك انه استخدام الصوديوم هايبوكلورايت مش قد وقت مور ذان 30 سكند شو يسوي لي؟ يسوي لي اروجن بالدنتي. واحنا كلنا راح نشيل اروجن يعني الدنتي يبي يطيح لك خاصه تعرفكم اكستراكت تيث ذبوب لك لو فتره طويله شو يصير بيها؟ زين هاي من ناحيه انه انت ما تخيل لك فتره طويله. من ناحيه ثانيه هو نفسه يحفز على الاريجيشن واكو بعد واحد ثاني اسمه الفريدو ايلاندولو يقول انه انت لازم بالقليل 20 دقيقه الى 30 دقيقه حاط صوديوم هايبوكلورايت انسايد ذا كنال اما تحصل جود ديسانفكشن مسترلايزيشن. ماكو شيء اسمه صفر بكتيريا ماكو شيء ماكو فيلم تحصل جود ديسانفكشن. زين السؤال هنا انا شنو اسوي؟ اخلي كلور فتره طويله راح يصير ديروجن ما اخلي فيلر عند الكيس شنو اسوي؟ صار اكو توجه انه الاوبتريشن ماتيريال لازم تصير هي بيها دور تلعب دور بهالجانب من دون ما تسوي له اروجن او تسوي مشاكل ثانيه. الاوبتريشن ماتيريال مالتي نفسها هي شنو تصير؟ بايو كومباتبل وتصير تلعب دور من ناحيه شنو؟ انه تمنع الانفكشن بالمصطلح العام ولفتره طويله. اول ما نزل البايو سيراميك طبعا فتره طويله صار 15 سنه اول ما نزل حرب من الشركات. وهنا انا قبل لا دكتور احمد يجي يسولف بس عندي فد مداخله. العلم ليس مقدس. لا حد يتعارك على شغل من الاخير. اوكي؟ كلها فلوس كلها شركات. ال FDA ابروفال مال ادويه تنقل بشر ضد فيروسات مميته هي ما تنقلها ما تدفع فلوس الشركات. تبوظ بس هي فلوس.
الابحاث على البوند وعلى الكومبوزيت وعلى الباند وعلى كل شيء وعلى الاوبليجيشن وعلى الجتابيات كل الفلوس مع الشركات. كل الساينس اللي يجيكم هو جاي من شركات دافع فلوس. كل الاطباء اللي هم انترناشونال موجودين هم يسعدون دعم شركات بفلوس. فالعلم مو مقدس ترى، العلم متغير. هالنقطة كلش مهمة. فمن يجي شيء جديد يحارب شيء قديم، أجهزة سيستم دي سعر الجهاز 50 ورقة 60 ورقة 10,000 دولار، ويجي تيوب مال فلو وماتيريال يقول لك أنت ما تحتاج سيستم دي. شو تتصور هذا الفعل؟ هجمة مرعبة. الشركات كل هجمة عليهم إنه هذا المادة تحتاج وقت وتحتاج فلوس. هسا صار لها 15 سنة، صار لها 15 سنة. أنا من كنت يعني قبل سنين ما راح يحل يوم مثلا يعني ورا ما خرجوا كان موجود بس ما كان موجود الإندو سيكونس ده كي جي كان موجود عندنا قادر الكود اسمه إندو سيبتر مو صح ترى الحميد مال إندو سيبتر لو شو نسمع سيلس لا مو إندو سيبتر زينك أوف سايز بايوز عفوا مال أي بايوز مال إندو بالضبط كان يجي قادر والكود كنا نخطه كنا تخلي السيكنس مالته عم تنتني في الغلط عالي واستخدمه ما كان موجود هذا اللي هو سبريميكس البليتيوب. ومن كنت احكي بالموضوع كله والاطباء الاكبر من عندي قاموا يشتغلون به حتى عندهم ديجري ويصعدون يحكون كله تقبيهم لا تمنله وشنو يعني ولا صار يوم مو احتمال بعدين يصير ري انفكشن وبلا بلا 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 بعدين هي نفس الشركات اللي كانت تتعارك وكانت تسوي هوستنج هي نفسها قامت شنو تسوي؟ قامت تسوي بريميكس كاليسيوم سيليكيت كان بالكونسستنسي مالت السيلا او بالكونسستنسي مالت الفوم الماتيريال اللي احنا نسميها بايو سيراميك بوتي انه تستخدمها بوحده ماكو بيتها. فالقصه ما بيها انه الموضوع صار هسه ابروف ومنتشر وموجود وعلى واي بيبرز وعلى واي ابحاث. فذلك من الشيء هسه مبدئيا دكتور احمد حميد راح يحكي عن البايو سيراميك راح يعرف كيسات الجوانب مال وراها راح اسولف لكم على الجوانب اللي هو ما راح يتعرض. السلام عليكم. أنا دكتور أحمد حميد الحرام باشنيتد من إندودونتك تريتمنت. مبدئياً أحب أسأل سؤال كم عاد يشتغل إندودونت بالعيادة؟ إن شاء الله ما أنتم مخافين إندو عليك. يشتغلون قليلين جداً أصلاً ما قاعد يشتغلون. إندودونتك تريتمنت معالجة معقدة جداً مكروبة جداً سنسيتيف جداً وطويلة جداً. وبها هواي تفاصيل وتفرعات تعبنا فيزيكالي تعبنا حتى منتالي. مبدئيا حتى انت تعرف تاثير كل ماده على ماده او تاثير كل ماده بالوسط اللي انت تشتغل فيه لازم تعرف الفيزيكس والكيمياء مالت الماده يعني الساينس. بس الموضوع معقد مكروه ما حد بينا يحب يقرا عبارات ما حد يروح بينا يقرا دراسات ما حد يروح يطلع على البايوسيراميك. هل هذا الشيء زين او مو زين؟ انت طبيب اسنان لازم تعرف اليوم تاثير البايو سيراميك سيلر على مثلا الفايتال تيشو. ليش؟ حتى تعرف تسوي هاندلنج تتعامل ويا الماتيريال وانت تشتغل. حتى تعرف هاي السيتويشن اللي انت فيها هل تقدر تستخدم بها الماتيريال المعينه الفلانيه؟ اقدر استخدم بالبوتيك، اقدر استخدم بايو سيراميك، اقدر استخدم ام تي اي او اروح راسا كونفشنال اندو. هذا الموضوع يحتاج فيزيكال فيزيكال الفيزيكس الخصائص الفيزيائيه ايضا الخصائص الكيميائيه. المحاضره اللي راح نقدمها اليوم هي فيها الجزء الاول اللي يتعلق انه انا اقدم لك المعلومه العلميه مبسطه جدا وسهله جدا حتى تفهم ليش البايوسيراميك شنو اللي خلاني انا بعد انتقل بالاندودونتيك تريتمنت هاي المعالجه المعقده المعالجه الصعبه انه انا انتقل بها الى شيء جدا يسهل الخطوات اللي هو البايوسيراميك سيلر. مبدئيا البايوسيراميك سيلر هو حديث نسبيا يعتبر على المعالجات او على الميديسن بشكل عام. قبل 30 او 35 سنه دخل بالطب البايوسيراميك كماده يعني تستخدم في معالجه العظام جماعه الاورثو جماعه المفاصل يعني العمود الفقري. طب الاسنان قبل 15 سنه دخل. قد اسالكم اي سؤال اكو احد يعرف الكومبوزيشن مالت البايوسيراميك سيلر؟ لا يعني ممكن واحد او اثنين من الفرق. اصلا طباء الاسنان ممكن يعني لو تجمعت مثل 1000 طبيب اسنان وسالت البايوسيراميك سيلر ليش؟ لان احنا المعلومه ناخذها عن طريق السوشيال ميديا حاليا صح؟ انا اشوف دكتور احمد قاعد يشتغل بالبايوسيراميك سيلر وقاعد ينجح بالموضوع فانا راح استخدم البايوسيراميك سيلر.
بس انت تعرف شنو البايو سيراميك سيلر، تعرف الكومبوزيشن مالته. اذا حطيت امام هذا السؤال، اذا سالك بيشنت تقول ليش استخدمت هاي الماده بالذات، والله اسوي هيلينج تحتاج تربط بين كل مادة موجودة بهذا التيوب اللي عندك وتأثيرها على التريتمنت مالتك، تأثيرها على البوزيشن مالتك اللي قاعد تسوي بالمعالج. فأول شيء راح نقسم المواد إلى ثلاث أقسام اللي هي أول شيء عندنا اللي هن inactive material اللي هن ما بيها أي تأثير، أي تأثير على البون جنريشن او البون اندكشن، اللي هنا الالومنيوم والزربونيوم. الثانيات اللي هنا الاكتيف ماتيريال اللي هنا البايو اكتيف جلاس اللي هي جلاس سيراميك والهيدروكسيبيتات والكالسيوم فوسفيت او الكالسيوم سيليكيت. كالسيوم فوسفيت والكالسيوم سيليكيت تعتبر ريزوربل ماتيريال، فخلي بالك ثلاث اشياء عندنا البايو سيراميك سيلر في انكتيف واكتيف ريزوربل. الانكتيف زربونيوم والالومنيوم من اسم المواد الصلبة يعني ما لها أي تأثير على البون جنريشن. عندنا البايو أكتيف من اسمه الأكتيف جلاس سيراميك والهيدروكسيبيتات، هاي أشياء بايو فمعناها هي إندكتيف اللي هي تحفز على البون، على البون جنريشن تحفز على الهيلينج. وعندنا الريزوربابل ماتيريال، هسا نعرف شنو فوائد الوحدة فيه. البايو ماتيريالز مثل ما قلت، وشنو فائدة الألومنيوم والزربونيوم؟ الهيلينج بروسس مات الليجن تبدي من فشي اسمه fibrous tissue formation بعد ما يشتغل عندك الاميونيتي سيستم افولت الاندوتيك تريتمنت. سديت ماكو عندك بعد اي بكتيريا داخل الروت، سويت اوبتريشن، بدت عمليه الهيلينج بروسس، بدا الاميون سيستم يشتغل، تمام؟ شنو راح يصير عندنا؟ fibrous tissue formation. هاي fibrous tissue formation وين بتتشكل؟ بتتشكل بالبايو ماتيريالز اللي هي الروت واللي هي الالومنيوم والزركونيوم. ما دام البايو سيراميك سيلر بهاي الخاصيتين فراح تسمح بتكوين فايبروس تيشو على هذا السيلر، عكس الرزن. الرزن ما بي اكتف ماتيريال، الرزن بالعكس يسوي الروتيشن بالمنطقه اللي يصير فيها، فما راح يحفز لك اي فايبروس تيشو فورميشن. هاي فائده الان اكتف ماتيريال زيركونيوم والومنيوم بالبايو سيراميك سيلر. فايبروس تيشو معناها راح يبدا يصير عندي عمليه الهيلينج مالت الليجن والبون فورميشن. بعد الاكتيف ماتيريال اللي هنا الجلاس والبايو اكتيف جلاس والهيدروكسيبيتات، هذني يسوون بون ريجنريشن، يسرعن عمليه البون ريجنريشن. عندك ليجن بون ريزوربشن، معناه اكو بون ريزوربشن بالليجن. الليجن شنو معناه؟ ماده اسيدك عن طريق الويست برودكت مالت البكتيريا طلعت بالبيكال تشو تدور على مكان حتى يسوي لها، يصير كونتينر لها ماكو ذوب البون تقعد بيه، صار عندك ليجن. زين هذا البون شنو اللي رجع؟ يرجع انه انت توقف الويست برودكت مالت البكتيريا، صح؟ فبالتالي ماكو عندنا اي اكسوديت من الروت للبون، راح تصير عمليه الهيلينج. زين فيرذر مور البايو سيراميك سيلر بي بايو اكتيف ماتيريال اللي هي شو تسوي لك؟ تحفز البون جنريشن والبون اندكشن. جلاس بايو اكتيف جلاس والهيدروكسيبيتات. فيرذر مور غير هذا الموضوع بعد عمليه الريزوربشن، اكيد كنا شايفين كيسات مال انترنال واكسترنال روت ريزوربشن، يعني بون ريزوربشن داير ما داير روت نتيجه تروما او شيء، صح؟ تتخيل انه معالجه الريزوربشن هي انه انت فقط تخلي بايو اكتيف ماتيريال بالموضوع وانتهى الفقره، او انه انت يعني تسوي اندودونتيك تريتمنت اذا لقيت انترنال ريزوربشن بالروت، تسوي اندودونتيك تريتمنت وهاي خلصنا الموضوع. اصعب شيء بمعالجه الاندودونتيك تريتمنت هو الريزوربشن، جدا صعب الريزوربشن، عمليه الريزوربشن عمليه جدا معقده. انت قاعد تشتغل عندك الكلاستيك سيلز، الكلاستيك سيلز شلون توقفها؟ لا هي مثلا بكتيريا وتقول انا اقتلها بالصوديوم هايبوكلورايد، لا انت عليها كنترول حتى تقدر توقفها هي ذات الروت. فعمليه الريزوربشن تريتمنت كلش صعبه.
تحتاج ماتيريال هي تعكس الحالة من ريزوربشن إلى فورميشن. ياخذ من الماتيريال اللي عندنا بالبايسيراميكسية اللي هنا بالضبط هيدروكسيبتات اللي هنا تتكون عن طريق الكالسيوم فوسفيت والكالسيوم سيليكيت اللي هي الريزوربابل ماتيريال. يعني هسه احنا قسمناها ثلاث أقسام اللي هي انكتف واكتف وريزوربابل، فهمنا هسه كل واحد شنو حاجة يعني شنو شغلته بالموضوع. صار عندك تصور اولي هسه، انا متاكد هسه تقريبا صار عندك تصور اولي يختلف عن البيتشان باكم عن البيتشان اللي هو تيوب انجكتبل حتى نروح لدارات البيتشان. صار عندك شويه معلومه ان هذا يعني يعطيك ثقه بالنفس اكثر من ان انت تعرف المكونات هذا التيوب شنو، تعطيك شويه ثقه بالنفس بالتعامل مع الموضوع، حتى تعطيك ثقه بالنفس من تجي تريد تختار الشركه اللي انت يعني اللي تريد تشتري عندها مثلا بايوسيرامكس سيلاف ماتيريال مالتك صار عندك ثقه ما دام انت تعرف الساينتفك بيز بيهايند الماتيريال صار عندك ثقه اكثر بنفسك بالتعامل مع الموضوع. راح انتقل هسه مباشره باعتبار انه موضوع الساينس قلنا ممل جدا وجاف جدا يعني نعس اذا ما نسولف بس بالساينس، فراح انتقل لكم مباشره الى شيء اسمه الفايتال بول ثيرابي. يعني الفايتال بول ثيرابي بعد اول مره عرفتها قبل سنتين عرفت الفايتال بول ثيرابي الاندودونتي تريتمنت يعني بالعياده تقريبا قلت جدا جدا يعني بالنسبه 60% جزء انا يعني قبل اذا استلم مثلا بالسنه 500 او 600 مراجعه هسه جزء بالسنه استلم 200 مراجعه البقيه فايتال بول ثيرابي. التوجه قام يصير اسهل، احنا نريد نسهل طب الاسهل ما اريد يعني انا التعقيدات جماعه الباير كلير تعقيدات جماعه الباير ميمتك ما انا يعني انا اتخبط منها يعني يجيني انا افتح فاتح هاي الدنيا يجيني دكتور سامر دكتور هاي بطلين واحد كيرفول واحد ما اعرف شو مسوي لي ميديا دنتينسيا ما اريد انا احط جي سي بوند وهاي انتهى الموضوع انا اريد شيء ايزي. هذا الايزي بارت مالت الاندوتوكتيك تريتمنت اللي هو الفايتال بارت بعد لا تفتح عنده انت اذا سمي حسبي المراجع ما عنده بي ديش المشكله واصل البوت شامبر اوكي ما عندي ما يخالف واصل البوت شامبر بس صار عندي اكو خيار انه انا اعالج البوت فايتال احافظ عليه حتى اللي هي احنا بنسميها فايتال بس احنا صراحه ما نعرف شلون نميز انه هذا البوت فايتال او لا. هذا شيء مستحيل جدا. هل هذا البوت انفكتد او لا مستحيل تعرف هذا الشيء يحتاج له هيستولوجيك باس. لازم تاخذ زرعه من البول وتوديها للمختبر والمختبر يعيد يفحص اكو يعني انفكشن موجود بالاريا اكو بكتيريا او شيء وعلى ما يرجع لك الجواب وانت صار ميكروس البول قال السن متعقد زين. فانت هنا غالبا موضوع الفايتال بول ثيرابي يعتمد على خطوات خلينا نقول عليها حدسيه انه انت يعني جاي تشوف المعالجه قدام يعني مثلا طلعها بالتسلسل طبعا جاي تشوف المعالجة قدام عينك قاعد تشوف أشياء تنطيك تصور إنه هذا الباب still vital حتى لو خلي بالك حتى لو وصلت البكتيريا للباب مو شرط رأسين يصير بيت مو شرط رأسين يصير infection يعني لو أكو blood supply بالأريا blood supply شنو يعني أكو immunity system أكو وايت blood cells فهي ممكن تحارب بس يمتى ما تقدر تحارب هي إذا صار advanced infection تمام. الفايتال بولب ثيرابي نبدي بيها موضوع الدايجنوزيس. اجاني كيس خلينا نحكي هذا السيناريو. اجاني كيس طلب لي المراجع دكتور انا عندي الم الالم شو سالت طبعا انت هذا السؤال المعتاد الالم يقعدك من النوم يقعدني من النوم هو ما يدري يعني الالم قوي قوي يأذيك بالبارد بالبارد بالحار بالحالي صار عندك كونفيوجن مو طبيعي معناها شنو البيشنت ما عندك يعني فيرم انسر حتى يخليك انه انت امام الدايجنوز الصحيح. هذا كنا مواجهين هذا الموضوع تسال البيشنت وما تعرف ما راح تطلع وياه النتيجه كل ما تسال تحس بيه بالبارد يعني معناها فايتال تحس بيه بالحار يعني معناها نكروتي بالضبط انت راح تظلين تسالين لا هو يظلل لك البيشنت ليش؟ لانه هو ما يعرف الاعراض مالته، خلي بالك البيشنت ما يعرف انك عندك الم ما يعرف تشتري من عنده بالضبط، انت قاعد تصير عندك الم هي عندي الم،
مرات اذا دخل في شيء بين اسنانك يصير عندك الم او راسي وصداع وعمود من الالم مرات يعني اذا تجرب جرب بسيط بصبعك هاي شافوه الدفر يقول راح اموت ما تخليني انام وصداع وراس صح؟ انت بتسال بيشنت عندك الم قاعدتك من المنظور ما يعرف بالضبط ايش تسوي منه ما يعرف متى تسوي له فايتال ضغط ثيرابي او تسوي له كونفشن راح يقول لك اي انا عندي الم هي لان مقوي وموتني وقاعدني منه وخاف من الدزم يسوي وتقول له بعدين اخذ لي لك موعد او على غير جلسه هاي الم قاعدني منه والالم يموتني وما جاي انا هذا البيشنت التارجت مالك هو هذا البيشنت التارجت مالك اللي هو ما عنده كونفيرم انسر اللي يعني من كل ما تساله ما تطلع وياك يعني دكتور ريفرسبل بالبايتس قصدك يعني شنو ريفرسبل بالبايتس يعني روح بالستيميليشن بس شلون تعرفه اكو اشياء احنا راح نرجع مو جاي ليش انا اقول لك الموضوع اذا تدخل بيه بالمصطلحات ما راح تطلع من عندك ريفرسبل بالبايتس ما راح تقدر تعرف لو تحط نفسك بالكيس ما راح تعرف الريفرسبل بالبايتس ولا راح تقدر تنطي كونفيرم او فيرم انسر على هذا الموضوع انه هذا ريفرسبل او ريفرسبل قلت لك ليش لان الفرق بين الريفرسبل والريفرسبل هو انفكشس اريا سبوتايه مال انفكشن داخله بالبلط وحده من القنوات لو ما لو مو مايكروسكوب ما راح تشوفها ولا راح تعرفها فما راح تميز بين ريفرسبل وريفرسبل الا بالهيستولوجيك بارت فاحنا بدي عندنا اشياء كلينيكال قلنا احنا نستهدف نوع من البيشنتيه اللي هو ما يعرف هو شنو اللي عنده ولا هو عنده قاعد يقول لك انا راح اموت من الالم مباشر من البار او اللي قلت صار لك ثلاث ايام ما نايم لا هذا احنا ما نستهدف هذا هو جاي اصلا يعرف شيء اللي ما يعرف شيء من ناخذ له العقل اللي ناخذ له هاي الصوره مال اكس راي نشوف انه هي استيل اكو فد بارت بارير بين الكنال هسه هو شويه راديوسنت اوكي بس اكو بارير بين الكنال وبين الكيريوس ليجن هو الكيريوس ليجن والكنال اكو بيناتهم بارير استيل اكو سمول بارير يعني اكو بعد مقاومه اكو ريزيستنس بين البالب ما ينطلق بسبب سهوله بالبدايه يقوم يسوي تيرشري دنتين يقاوم السنسيتيفيتي شلون يقاوم السنسيتيفيتي؟ يسوي ريزيشن يظل يبتعد عنها كل ما يبتعد عنها يخلي فوقها طبقه مال تيرشري دنتين او سيكلوروتيك دنتين او فايبروس تشو او اي شيء يعني ممكن يسوي ابيكالي تشك انه انت تقول هسه هذا يمكن بيجن ليش اكو خط اسود داير ما داير الموت؟ اكو عندنا هنا لاملتيورا اكو هنا عندنا بي تي ال اكو عندنا واي امور ممكن تعني كونتراست مالت الأشعة إذا أكو بري أبيكال إنفكشن لازم أكو تندرس إذا أكو بري أبيكال إنفكشن لازم أكو تندرس ما أكو بري أبيكال ما أكو بري أبيكال إنفكشن ما يعني ما أكو تندرس ما أكو نعمل هذا البارت إذا أنا أحب كده زين هسه الراديوغراف ايفالويشن انا ابغى اعين هاي الحاله عندي شويه سمول بارير بي مؤشر منه بوينتر هاي هذا ايش قد ايش كبر بس علي من اول حول بيهم لا صدق لا صدق هاي 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 هذه هاي ما اشوفها هاي ها انت يا قال تقعد خلاص شوف اذا شوف بالعندي راح يصير عنده دخول يتحول بعدين زراعه زراعه قلع احنا نستهدف اسهام هاي الحاله عندك ما نقدر نسميه ادفانس كريز اللي هو مفلش السن لدرجه يعني السن مزعج راح يحتاج ام او دي راح تشك انه اكو اكسبوجر من اكثر من مكان لا انا عندي بس هذا الميزل كريز وطاب ديب واصل عندي ستيل اكو بارير اوكي انا اسوي البيشنت يعني ما عنده ثقه بالاجابه مالته ما انطاني اي اجابه تكون للدياجنوز صحيح اوكي صار عزز ببالي فايتال بولت ثيرابي ارجع للخطوه اللي وراها السنسيشن لازم كل طبيب اسنان عنده الاندرايس لازم على الاقل اذا ما تبي تعرف النكروت تعرف الفايتال ها ضحك ما عنده تعرف ما عنده الاندرايس ها فلت زين لازم كل طبيب اسنان عنده اندو ايس الاندو ايس يفيد بموضوع السنسيشن مالت الفايتال النكروتك ما يستجيب للنكروتك النكروتك يستجيب بس للنكروتك ليش؟
expansion. هو تسوي expansion. expansion بالبرامج الطيارية. expansion بالفيول بالغاز اللي داخل الكنز. فراح يصير عندك وين البين برامج الطيارية. الكول معناها كول. ما تعرف أي شيء. الكولد وين؟ كولد اللي معناه البلد فايتل خلاص يحس إحنا من ناكل المؤتمرات نعرض عليها صار عندنا سنسيشن صح؟ بس الشاي تشربه عادي يعني أبوك يشرب الشاي وهو يفور ما يحس بالله. ترى هي مو الأي فايبر والسي فايبر هذا بالفايت يعني أنت قاعد تريدين تطبين ديب بالموضوع مع سنسيشن. يعني أنت قلي لي مثلا الألفا زون والبيتا زون والسي فايبر والمايلينيتد والأنمايلينيتد وين يطب؟ هذا واحد هذا اللي ثيريز إحنا ما نعرف ما نعرف صراحة. لحد الان ماكو اي اجابه صريحه عن موضوع السنسيشن شلون يصير في الدكتور بس انا نقدر نقول لك كثير اكو عنده سي فايبرز بالضبط والاي فايبرز وهذا اللي ثيريز حتى نعرف شلون هذا بس هاي ديب هذا انت لازم تعرفين انا حكيت عن موضوع انه قاعد يصير عنده سنسيشن بالكوب معناها فايتال صار عندي شنو صار عندي اكو اكس راي وصار عندي بيشنت سسبيشس وصار عندي سنسيشن حطيت الكود حس بيها شلون راح يصير الاحساس مالته الدكتور صار عندي الم شيل الكود راح الم اذا هو يعني اذا هو بيوند ريفير الكود راح يضل عنده الم يعني يرفع الى الطريقه كلش مستجله يعني المراجعه راح يجي واه دكتور اذيتني وظل يضل اكثر من دقيقه دقيقتين وحاط ايده بس خلصني من الم هذا حتى لو ما يضل يشتغل هذا ليش نخلص نفسك من هذا اللي انا سويت فيه والالم زاد حتى لو السن فايتال اشتغل عنده لان هذا البيشنت TM. Age. إصغار. تقريباً مستحيل أفتح سن عنده طفل عمره 6 أو 7 أو 8 سنوات. هذا السيناريو شايفينه هواي ما يجي طفل عمره 7 أو 8 سنوات من 6 مرات من الدمر. شبه مستحيل أفتح عنده عن الأطفال. الأطفال كلش عندهم إمكانية إنه يصير عندهم ربيع بسهولة. وكلش عندهم إمكانية تقدر البين منو اللي يعرفه انت يا المراجع المراجع يحس فيه انت تعرفين البين هذا مال ياسر بس والمراجع ما يعرف تشتريه انت سنين مراجع عندك الم اي بس انت اكو نوع من الالم معين تحكين عن المراجع ما يعرف الدليل عندك الم اي عندي هو ما مشد والالم بالليل يصير عندي بس هو هذا الالم عادي يعني وحتى مرات اذا واحد عنده تفوس بسيط ممكن يعني عنده الم من نتيجه انه ما في كفه او حشوه بالفشارات مثلا يظل عنده بين هذا سوالينج ما عنده سوالينج زيد لي موضوع انه انا اشتغل فايتال بلب ثيرابي تندرنس كيلنا التندرنس شنو معناها بيريكال انفكشن صح ممتاز عنده بيريكال انفكشن زين هو ما عنده تندرنس عزز لي موضوع انه انا راح اشتغل فايتال بلب ثيرابي الموضوع جدا ايزي يعني جزء بالبدايه مربك مزعج بس بعدين يصير كل شيء ايزي بليدنج البليدنج هو بعدين العامل اللي راح كونفيرم يسوي لنا كونفيرم انه انا اكمل فايتال بلب ثيرابي ولا لا. فانا ما كملت الدايجنوزس انتقل للخطوه اللي وراها اللي هي الكاريز المبرره. كلش احب الكاريز المبرره صراحه يعني. ما احب الكافيتي ديزايننج بس احب الكاريز المبرره. ليش؟ الكاريز المبرره احنا الموضوع مو عبثي جدا مو عبثي مو مثل ما متصورين انه تجيب فيها وتقعد تشيل بالدارك اريا والبراون دنتين والدنتين الاسود ولا موضوع هندسي انت تبدي دائما بالكاريز ريموفال تبدي من المارجنز تبدي من المارجنز وين عندك الديبست بارت عندي الديبست بارت ميزيال ابدي من هنا بعد انك صار شاشه وانا ياسر وما يصير زين هاي المنطقه هي الديبست بارت حدوقه هذا الديبست بارت مال السن ابدي منه انا ليش؟ حتى اول شيء اقيمه هو الريسترابيلتي انا اقدر اسوي له هذا لو ما اقدر اسوي له ديب مارجن اليفيشن لا ما اسوي له ديب مارجن اليفيشن ما له خلق حتى
تعبان يعني اخاطب مثلا طبيب اسنان صديق يابا هذا تقدر تسوي لي ديب مارجن انوفيشن دكتور على الخزرجي؟ لا على الخزرجي ما يشتغلون بلا انت اول شيء قيم الريستوراتي منين الديب مارجن شيل الكاريز من المارجن ونبدي ننتقل بشكل دائري بس من المحيط ما ننتقل للسنتر ما ننتهي للسنتر نشيل الكاريز بس من المارجنز الديب نصعد على الانامور نرجع ننظف هاي المنطقه وراها ايش نسوي بما انه انا شاك بهذا الصراحه عاده فايتال بول ثيرابي لازم اعزله عن الانفكشن يعني من السلايفة من الكونتامينيشن فانا اصلا عزلت سويت كاريز ريموفال من المارجن بعد راح اقدر اخلي الربر دام ما تمسكه لو ما اخاف انه البيار يطخ بالربر دام من هنا اشتغل بالكاريز ريموفال خلي الربر دام ما اجي سوينا ايزوليشن تبدي وراها تنتقل للسنتر بالكاريز ريموفال ما تنتقل للسنترال بار بالكاريز ريموفال خلي بالك انه انت الانامول تشيله بالدايموند بير بس الدنتين يشيله بكارفايز بير الدايموند بير يشيل بشكل عبثي بالدنتين اذا حطيت توربين على الدنتين نزلت بالتوربين على الدنتين فلوس الدنيا فلوس الدنيا حرفيا يقوم يطب كيف وخير وخربط وانت تسوي كروفات وتسوي يعني ازاله عبثيه للدنتين نستخدم الكاربايد بير راوند بير هاند بيس ويا ووتر طبعا على مود الكولنت حتى ما يصير عندي كروس بالبول وابدا اشيل تدريجيا حد ما اوصل للسنترال بار راح يصير عندي هاي النقطتين راح القى عندي هاي النقطتين وكمل هاي النقطتين اللي هنا كانوا النقطتين الرباط عندنا بالكليه الاكسبوجر بالب هورنز اكسبوجر بالب هورنز بالب هورنز اللي هنا اول نقطتين طبعا بعد ما اشيل الكريس اذا كان اكو امكانيه انه هذا السن نعالجه فايتالي راح تشوف هذا المنظر اللي هو اكو منطقه ورديه واكو اتاتش تشو بهذا البالب هورنز اكو تشو بعده موجود بالب تشو بعده موجود واكو بليد بلاد العفو بلاد كابيلاريز سمول بلاد كابيلاريز اكو بليد صغير يطلع هذا فايتال بالب ثيرابي ما في مجال لقيت اكو اتاتش تشو هذا البالب هورنز فايتال بالب ثيرابي بليدنج شوية بليدنج عام بايتال بوب ثيرابي لا تحط ام تي اي لا سوي دايركت كابي بايتال بوب ثيرابي انسى موضوع بعد الدايركت بوب كابي انت جبت معالجة ممتازة انت بعد قاعد تقلل كمية الانفكشس تشو اللي موجودة بهاي المنطقة اقصها بعد هذا اقص افتح المكان اللي بين البالب هورنز واشيل البالب اللي موجود الحد الاورفيسز بيش اشيله اندزل استرلايزد بير استرلايزد اكسكافيتر اندوزد بير اي شيء بس لازم استرلايزد جديد بير جديد طلع لا شعرت جديد عمي عطمه استرلايزد زين لأن هاي المنطقة بعد حرام تطبيها في تشيب استخدمها بعد هاي المنطقة يعني قاعد كلك أنا راح أسهل لك الموضوع يعني بس شوية داري على كيف أنا بطلع الاندوماتر إيه كاف يعني شوية أصرف يعني طلع البيارات زين أنت هاي المنطقة بعد حرام تطبيها بأي شيء هو ما خلاص أنا أحافظ على هذا التشو يعني هذا فيو هيلثي هذا فيو خرافي مو هيلثي لما تفتح البالب شامبر وصار عندك هذا الفيو الله خلص عندك ما راح اسوي لا وركينج لينث ولا راح اسوي انسترومنتيشن ولا شيبنج ولا شيء هذا عندي هذا الفايتال تشو وعندي هذا البلد وعندي هذا المنظر اللي مات السن اخلي له بايو ماتيريال واخلص من عنده وراح احافظ عليه مجرد اقص هذا اللي تشوفونه هذا الوركينج اقص البالب ليش حتى اقلل كميه الكونتامينيشن يجوز هذني البلد هورنز دخلت شويه بكتيريا منها وشويه بكتيريا منها فانا خلي اقص اصلا من شو اسمه يعني مثل بالضبط من واحد يصير عنده جنجرين بدل ما يقصوا له ايده كلها يقصوا له هذا الاصبع اللي بيه جنجرين يعني ويحافظ على ايده يعني فانت بدل ما اقص البلد كله اسوي له انسترومنتيشن انا
بس بس الجزء اللي انا اتوقع انه صار بي كونتامينيشن بس احنا عندنا كونفيرم انه هذا الجزء الا سوى هيستولوجيكال. انا قاعد احاول انه اساعد البق هو يساعد نفسه. انا اعطيه بايو ماتيريال تقلل له شوي من الانفكشن وتحفزه انه يسوي ريجنريشن وابوك الله يرحمه نعطيه فاينل فورم ممتازه وخلصنا في نفس البريان دول فورم عاديه والريسبروكيشن والمانوال لس دكتور عثير اليمن هاي فايتال بوكسر. صار عندك بالو اكسبوجر تقدر هسه انت صار عندك البليدنج شلون اسوي كنترول على البليدنج؟ صوديوم هايبوكلورايت هو الحل السحري طبعا للكنترول البليدنج. يعني هو شو يسوي؟ سويتش فيكسيشن يسوي كلوزنج ممتاز. الصوديوم هايبوكلورايت بس يصير فيه تاتش لاي فايتال تشو يسوي كلوت. هو اصلا الكلورين ما تتعرف ما بعد ما يعني هي اصلا استهلكت نفسها بهاي العمليه اللي هي فاعله شوي الفايتال تيشو. فهو اول ما يسوي دست للقلب ينتهي بعد ما يشرب الكلورين فصار ماي مجرد ماي كل شيء ماي معه انتي بكتيريا يسوي انتي بكتيريا جدا انتي بكتيريا الصوديوم هايبوكلورايت قاعد تستخدمه بالهندو يسوي فهو مو انه انا اريد اسوي كلوتينج اخليه بالسرنج حتى لو باعلى تركيز اللي هو 5.7 اخلي شويه بالسرنج ارسل الشامبر انظف البلاد اللي موجود بالشامبر وبعدها ارابه بعدها قاعد يرجع يصير عندي اوزنج عالي استخدم قطنه. اذا بعد الاوزنج عندي عالي هسه هنا من حطيت صوديوم هايبوكلورايت خف الاوزنج وقاعد تشوفون النقاط السود هذا كلوت. هنا انا اتوقع راح يصير عندي كنترول بس من هاي بس من هاي الطريقه اللي هي انا اخلي صوديوم هايبوكلورايت بالشامبر يصير عندي نقاط كلوت تشوفونها عندي كلوتات فلا اتوقع راح يوقف النزف. اذا ما صار عندي ما توقف عندي النزف ابدي انتقل للخطوه اللي وراها اخلي قطنه فوق الصوديوم اللي موجود ما دام اكو امكانيه انه يصير نضح البلاد ما راح يوقف. اذا اكو ما دام البلاد عفوا القلب قاعد يضخ دم واكو مكان يطلع من عند الدم فما راح يوقف الا اذا لحقت تسوي كلوتينج. ما لحق الصوديوم يسوي كلوتينج تجي انت شو تسوي؟ برس على منطقه الجرح بالقطنه حتى توقف البلد من انه يطلع. تحط القطنه وهي الصوديوم موجود راح توقف النضح مالت البليدنج راح يصير عندك البليدنج كنترول راح يصير عندك كلوت خلاص انتهى الموضوع. حط شنو الهايبريميا؟ اكو هذا هذا كنترولبل اكو شيء مو كنترولبل اللي هو قاعد تنقع عندك الربردام تنقع دم يعني قاعد يطلع هذا عندك هذا اللي هو انه انت يعني مو مسيطر عليه هذا ما قاعد تلحق غسله قاعد تغسل ما تلحق هو قاعد يطلع هذا روتيتد بول تمام يبين شعر شو؟ نصاعد الباب تصوير من 12 صفر طيب. لا تسوي دعوة كامل. فايت الباب خلص روح. ما راح. إذا قصت الباب راح يحس المواجهة لا ما راح يحس. أول جلسة ولا حد أول جلسة. راح يحس بالبار راح يحس بالحارة إيه يحس بالبار. استطلع حافظ على العصب فايت ما عنده أي بيت. تمام سيطة في الكنترول مخلي قطنا بالشامبر حتى نوقف الاوزنج وبعدها نشيل القطنه نغسل ونرجع نخلي القطنه ناشفه هم حتى خاف يعني خلال عمليه الغسل مالتنا نغسل الصوديوم طبعا اول ما نخلص من الصوديوم لازم نغسله ما نبقي على الشامبر لانه ممكن ياثر على الروتين نغسل زبادي بسرعه زيست الموتر سرنج ممكن اذا ما نوصل اذا صار يعني بحيرات فقط مع الموتر استخدم الماي ويرز الماي اغسل عادي بالنترول سرنج ورا ما تغسل ممكن هذا البرشر اللي هو النترول سرنج راح يرجع يحفز لك البليدنج اجيب قطنه ناشفه ما اسوي برشر على هذا ورا ما اخلص هذا المنظر راح يصير عندي ورا ما وقفت البليدنج ورا ما غسلت ورا ما حطيت قطنه ناشفه انتظرت لمده دقيقتين اقل 3 دقائق راح يصير عندي هذا المنظر اللي هو اكو ستيل فايتال تيشوز وماكو بليدنج والسن شكله جدا هيلثي يا جماعه النكروتيك كيس تلقى دائما حتى الشامبر لونه اسود اسود بالضبط كثير
نتيجه البليدنج اللي قاعد يصير انترنال بليدنج يعني او نتيجه حتى الويست برودكت مالت الجسم مالت البكتيريا. بس هذا شاي حلو نفس لون السن هذا قاعد يعطيني انطباع اكثر انه انا قاعد امشي في الاتجاه الصحيح. وصلت هاي المرحله انت خلصت جيب الماتيريال مالتك وسوي باكينج. انا استخدم بايو ماتيريال بوتي ما يختلف على الام تي اي بس هذا بريميكس ايزي اسهل هواي. بريميكس كميه الكالسيوم سيليكيت بي يعني هو كله محسوب بشكل دقيق اكثر من موضوع ان انا اطلع بودره بالسكوب واخلي لك ود من المدرسة واخبط بايدي وما راح ممكن احصل على البيرفكت ميكسينج. فالبوتي اسهل جدا سهل والتطبيق مالته جدا سهل. مجرد تاخذ بالكونتينر قطعه صغيره وتخليها على هذه المكانات تغطي كل الشامبر اللي طلعت مو تغطي فقط الاورفيسات لان مرات اكو اشياء دقيقه اشياء شعريه من البوم شامبر ما تشوفها. فشي شعري بسيط جدا كلش اذا ما مغطي انت بالبوتي ممكن يرجع به انفكشن او ممكن يرجع به سنسيشن. فانت تغطي كل الشامبر بالبوتي وانت اصلا قاعد تستخدم ماتيريال بوندبل. راح ارجع لك سنس بعدين عندي على الازرج اللي هو لو راجع للبصره سنه صار ساعه بعد هاي ملي هذا ورا ما شفت الكريس ما عندي فري اوفر الاكس راي يعني ما اتصل بالبدايه صراحه بس لما شفت الكريس صار عندي اكسبوجر هنا اكسبوجر ترو هذا الكاس فقلت خليها صار خلاص هذا راح يفيدني بالفايتر بوم ثيرابي. ماكو بليدنج شيء كلش بسيط مال اكسبوجر ماكو بليدنج. هاي منطقه نظيفه ما تعطيني احساس انه انا بعد لازم اشيل الكريس وكميه البلد اللي قاعد تطلع من هنا اوكي مال انجري. شفت كم طلع عندي هذا المنظر. هذا المنظر شنو؟ هذا المنظر انا احبه. هذا منظر حلو فايتل تشو. هذا حبيبي واخوي تاج راسي وراح احط له بوتي ونخلص من المعالجه بربع ساعه. تمام بعد نصور هاي قاصد وياه كاميرا. تليفون ايفون. صدق والله. هاي سوني اي 7 3 اي عدسه سيجما 105 ماكرو ارت وفلاش رينج صيني كي اند اف. ميرور صيني الاف ستوب والله يعني مرات دقيقتين دقيقه مرات اقل حسب الكيس حسب البليدنج اللي عندك. انتظر يلا خليك ايش قد عندك بليدنج هواي قاعد يطلع عندك هواي بليدنج اغسل بالصوديوم وخلي هذا المنظر انه عندك صوديوم بالشامبر وتركه 3 دقائق 4 بعد عندك بليدنج ارجع اغسل بالصوديوم وخلي قطنه
على مود تسوي برشر حتى تمنع البلد انه يطلع من الكابلاريز اللي موجوده، القطنه تضغط على الكابلاريز وتمنع البلد انه يطلع. فهذا المنظر وصارت عندي، اذا تشوف اللي قبلها كان اكو عندي ادفانس بليدنج من كل مكان. شو شفت انا هنا شلت بس الروف، ما شلت الجهه، ما شلت البار، فقط الروف بالاندوز. لما تتاثر بيوم هو يسوي لك هذا الشيء. قصدك انت شلت الروف؟ لو هذا هاي التشو بس اربع قفزات هذه كلها ان شاء الله. شلون اشيل هذا؟ بس تستخدم اندوز ادفير او تستخدم هذا تجيب اندوز ادفير وتحطه. الفايتل تشو خلي بالكم، الشيء الوحيد اللي هو ارجع ربط موصل السن، هو الوحيد اللي ما يمكن يتعالج. بس كل شيء على السن هو ممكن يتعالج، اللي ممكن يتعالج، البول ممكن يتعالج، البول ممكن يتعالج، بس هذا الروف بالكرون ما ممكن يتعالج، ما ممكن يرجع فاتح. اي يعني قصدي انت اي شيء بي بلوت يرجع يطيب، عدا السن الوحيد اللي هو ما يتعالج. فانت اذا قصيت هذا لا تخاف منه. يعني انا كنت اخاف من هاي كم يتصدر. لا بس قص قطنه خلي قليل لا أفصل عادي طبيعي. انت قاعد يعني جاي لك انا الصوديوم بس اول ما تسوي تسليم جدار من الفايت تطيش يوقف. فايت تستدي سكسس رايت مالت الفايت ثرابي مقارنة بالدنيا. احنا هذني هي هاي المحاضرة كلها يعني احنا مسويها على يعني بعد ما قريت الدراسات بعد ما قريت الحضور بعد ما قريت سويت على اساس الدراسات اللي موجودة سويت المحاضرة. لان اذا انت صار فاذا تريد الدراسات لازم تسلي طلباتك. شنو الفرق على روح طب الاسنان روتين. اذا انت ما تعرف الماتيريال مالتك ما تقدر تستعملها. لو تعرف الماتيريال مالت الفيروس بايو ماتيريال والماتيريال مالت البالبوتيك ما راح تسال هذا السؤال. وحتى على سبيل المثال اكيد اكو خواصات البالبوتيك وابوك الله يرحمه ممكن اصلا يخلي لا انت تعرف الماتيريال والكيميكال والفيزيكال بارت مالتك والفيزيكال افكشن مالتك والكيميكال افكشن مالتك على التشو. هذا الدي ان لازم تعرف لما تخلي توبتل بوند مثلا شنو فرق عن اليوروفيرسال بوند. اي والله يعني انت تضل عامله تضل سلك باند 3.5 دولار طبعا لا ما اشتري عمي علي اقصد شور بيان يخبط سدد يخبط عمي انت بدون صعب وانت تشتري والله بدك تشتري سهل تمام. هذا مو ادفانس بليدنج. نرجع لموضوعنا. هذا مو ادفانس بليدنج. الادفانس بليدنج راح تلقى الشامبر كله دم ما جاي يوقف، جاي ينضح 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 ما جاي يوقف. ذاك ادفانس بليدنج ذاك ممكن ما يوقف بس هذا ممكن يوقف، خصوصا اول ما تحط له الصوديوم هايبوكلورايت يبدي يصير كلوتينج. معناها اكو فريش بلاد موجود بي بليتلتس، موجود بي وايت بلاد سيلز، موجود بي ريد بلاد سيلز، يعني مو روتيتد بولد شامبر. دكتور زين مره كنت اكو ارتكل الناشر هاي ارتكل قال كنت تنزل بالكانال ايش كانال تنزل 2 ملي احنا شنو قلنا بالبدايه؟ حق ام تي اي صح. الحاله يقول تضمن ما تنزل في شيء انت ما تشوفه. هاي لا تسوي الحركه اطلع يعني ما تعبر بعد يوم صيني 75 تشوف
متى اول فابريكيشن دكتور؟ اول ما تقدر تسوي كلاسيك تشوف فايل. لا لا سوي مو كل شيء انت تشوفه لازم تسويه. قلت لك انا مو كل شيء يعني ممكن انت تشوفك واحد يسوي. انا اذا اسوي الاندور مال دومينو كريكوتشي يعني مثلا يعني اكيد نعرف دومينو كريكوتشي دومينو كريكوتشي يعني يسهل لك موضوع الاندور بشكل خرافي يعني مع بس هو يعني نقدر انت ما اقدر اسوي. منو يعرف يوشتروش؟ قبل كم يوم نزل فراكشر فايل بيوند الابيكس مراجعة ب اكس بي فينيشر. تروح انت تضرب اكس بي فينيشر يا عيال تطلع على كل فيلم بيسحبوها. لا ما ضحك لا هو طلع عابر برا الابيكس وطب برا فينيشر صايده وزعقه فينيشر ما عندي كسر ورا زين. هذا هسه بهاي المنطقه لما قصيت المنطقه هاي هي كانت كونكتد قصيت خليت بس تشو بالديستال بارت تشو بالميزيال بارت وخليت صوديوم بدا يصير عندي كلوتين دكتور على الخزرجي اسف غسلت صار عندي هذا المنظر ماكو بليدنج. هاي الحمار مو معناها ابتيتد الحمار اكو كنترولد بلاد موجود بهاي المنطقه صار بالعفو كلوتد بلاد بهاي المنطقه وماكو بليدنج والمكان نظيف الشامبر حلو باكي والماتيريال قصيت كل الشامبر. هذا المنظر كل الحالات
كل الحالات انت ما عندك اي توقع شنو راح يصير عندك من كل الحالات. شوف دكتور اصلا حتى النظريه بالجامعه الجامعات الهندو شو تقول؟ يقول السن اللي مقدر له انه يتعالج بالسيرجري لو تحط روحك فيه راح تعالجه بعدين بالسيرجري. يعني شنو؟ يعني انت عندك كيس، هذا الكيس مقدر انه مستقبلا راح يتعالج سيرجري ابسكتومي. لو تسوي بيرفكت اندو احسن اندو بالدنيا راح تطلع لك لاترال كنال صغيره انت ما شو اسمه ما مسوي لها اوبريشن ولا ديسفكشن تفشل الكيس. لا هسه فيرست لاين صار شو اسمه؟ صار فايتال بول ثيرابي. ليش انا ليش اتعب نفسي بموضوع هو ممكن يتعالج؟ بعدين النتائج اللي انت تنتظرها اللي انت تقول عليها يصير بها كالسيفيكيشن راح تسبب عندك عد المراجع اذا هو فشل الكيس راح تسبب عد المراجع ساينس سيمتومز. هنا لما صار عندنا ساينس سيمتومز اكيد المراجع راح يجيك ورا فتره ما راح تسوي له ريكول ورا 3 اشهر وتساله طب دكتور ما مرتاح فيه وقاعد ياذيني وبعد ما اعرف ايش مرات تاخذ اكس راي هاي المره راح تلقى انه ما عندك اي بروجريشن وبالعكس يمكن صار عندك ليجن. هنا راح تدخل لذلك هي follow up dependent treatment. بالفترة كيسات بالضبط يعني تمشي 10 سنوات. هذا ما هذا أني بريدكتبل دكتور. أني بريدكتبل هذا أبداً ما تقدر. أكو أملقم يظل 60 و70 سنة وأكو أملقم اللي هسه إحنا نسوي كيس معين يكسر ما تفهم. هذا من أشياء أني بريدكتبل. هذا البادي ريسبونس توليرانس تدري هسه أنت مرات أكو لاين بالمانجمنت هاي فتفقرة كلش قوية. جماعه المينيمال انفازيف شو يقولون؟ يقول اذا انت اجيت تاخذ اكس راي البيشنت وبالصدفه اكتشفت انه عنده واحد من الاسنان هو ما جاي عليه جاي عنده 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 مثلا كناين يهذي وانت اخذت اكس راي وشفت الفايف بي اندو وبي ليجن بس هو ما يشتكي منه ولا عنده اي ساين سيمتومز والكومبوز ما تزيد بس هو عنده ليجن ما تجلس لا تجلس. انت هذا اكتشفته بالصدفه ولو ما كنتش فجاه راح يطلع عليه البيشن بعد 15 سنوات هذا سينا منو يستخدم رزق سينا؟ اي احد يستخدم رزن سيرا بعد لا يستخدم خلي يستخدم باي ماتيريال من باي ماتيريال والله حتى بالاندودونتك تريتمنت اذا ما عندك يعني ماكسيمم كنترول على الانفكشن اذا ما عندك زين دكتور زنك اوكسايد ايش فيه؟ زنك اوكسايد ايش فيه؟ مو بايو سولفبل بس يعني ما بي تاثير على ال مو انت شنو اللي بدينا بالمحاضره شنو تقول؟ انا قاعد اوجهك حتى يصير الموضوع ايزي يعني بس يعني قصدي كرسبونس مثلا الرزن انا اخلي باي ماتيريال ولا اخلي رزن زين لا رزن انا ما عندي اعتراض عليه انت انت ايش في رايك انا من اللي طبعا الباي سيراميك الرزن ريتيتنج اي اوكي ليش لان انا باي ما دافع على الرزن انا دافع على الزيكوكسايد زيكوكسايد يعني انت تريد الخصائص مالته اللي ما تخليه يشتغل ابسط شيء اللي هو مثلا جينيتيك ميوتنت صار عندي جينيتيك ميوتنت صار 50 سنه يشتغلون اي يعني ما في شيء الحاله اذا صار يعني حتى لو تخليه على كوربوريشن ما عندك اشكال ما عندك حظ صار عندك جينيتيك ميوتيشن وقال والله من هذا سويت كان حامل وطلع عنده خشمية كومبوز الريزوربشن مالته العقل شرينكج مالته البين مالته الافكت على البرق بيقدر تشوف هذني كثير مني عليه بس انت بشكل عام البايو ماتيريال يسامحك سويت عندك شويه يسامحك سويت اوفر شويه يسامحك ما عندك تك باك يسامحك ما سويت ماكسيمم انفكشن كنترول ما سويت ماكسيمم ريجيشن يسامحك شويه يعني بسهوله وليونه اكثر زين دكتور شنو الكونتر انديكيشن مال البايو سيراميك ما يعني عادي استخدم كل الكيسات ما تستخدمون بمعالجات ما تعرف شيء، وانا اصبر عمل الفقر، ما استخدم سنيه اقل عوض. كل شيء ما يستخدم، باي ماتيريال خبط اصلا. هذا موضوع راجعكم شباب، موضوع الاسعار راجعكم، خلي.
يعني تيم عليه دكتور ايش تسوي لك ترى شنو هذا اديوكيتد يا شنو كل يابا انه انا هسه الحاله اللي انت بيها ها لا الحاله اللي انت بيها الحاله اللي انت بيها ممكن نعالج العصب بشكل جزئي ايه العصب ما متضرر بالكامل ممكن نقص من عنده جزء معين ونخلي له فوقه ماده تحافظ عليه انه هو يضل ستيل عايش وبهالحالة انا راح احافظ لك على السن انه يكون اقوى وبعدك تحس فيه وهي مو مهمه دوز تريتمنت كامله وارخص ارخص من معالجه الدم واذا في شيء لا سمح الله ذاك الوقت بعد احنا نقدر نعالجك دكتور شنو الفرق اللي مفضل على النيو سيلاب شركات هاي هاي ما يعني هذا السؤال صراحه ما يصير يصير لان السبيكر غير موجودين فصار بوكسر في زمان السؤال شنو الفرق ما شنو الفرق عن اللي عملوا شوف راح اجاوبك جواب علمي ها؟ اي راح اجاوبك جواب علمي الفرق وين؟ الفرق وين؟ انت تحب التاور الدكتور يحب الماسكس انا احب العالي والدكتور يحب الماسكس براكس الافلون كنترول انا شخصيا من جربت الاثنين انا سبيكر مال الافلون مارفت دكتور علي مال ونفر فانا شخصيا اشوف انه الافلون بايومت ثك اكثر ما يطلع اكثر فما يطلع ومور كنترولبل خلال الحقن تشتغل بيه اكثر فانا اخاف الشركه مال افلون رصينه اكثر فانا اريد اعرف شلون صار الون فول فلوبل هاي الدرجه ما قال الشركه صراحه يعني انت شلون تقدر تسوي الون فول هيج فلو وفلو مش لفي اي شلون سويت هيج فلو اذا سويت هيج فلو مثل اف كي جي النص غرام مال اف كي جي ب 112 دولار نص غرام ولا غرام ايفون مثلا فانت اذا تقعد تدور بالتفاصيل بعد هنا قاعد ادور مشاكل بس انا شخصيا انا الابلون كنترولبل ثيك السيتنج مالته صحيح 100% يعني ورا ما تشيك ورا تفتح السن مره ثانيه بعد يومين ثلاثه تلقى انه هو السيتنج مالته صحيح بسرعه يصير بي كريسبتايزنج بالتكنيك مال الدكتور علي الخزرجي از اسيلر ما راح اقول لكم السيلر ريكويرمنت حتى ما نطول اعتذر من الدكتور سيلر شود بي تاكي شود بي هرمتيك سيل راديو اوبيك بارتيكلز فاين شود نوت شريك ابون تايم تاكي يعني لزق اي ديش حتى يزق بالوول بالكتب يعني هرمتيك سيل يكون من يطب يقفل الكنال بالكامل راديو اوبيك حتى يبين عنده بالاكس راي فاين بارتيكلز حتى الميكسينج ما يصير صار سهولة بالميسينج should be not shrinkage upon a time حتى كلها الخواص تنطبق على الفاير سيراميك ماتيريال should be not discolor the teeth bacteria static أو على الأقل ما يساعد على النمومات البكتيرية حقول التنين حقول كومبارجن هاي اللي قلنا عليها من ساعة الرزن عن الـ عن البايو اكتيف ماتيريال هذا يعد بي البايو سيراميك بي بايو اكتيف ماتيريال اللي قلناها تحفز على البون اندكشن والبون ريجينريشن وايضا بها ريزوربابل ماتيريال توظف عمليه الريزوربشن اللي هن الكالسيوم سيليكيت والكالسيوم فوسفيت اذا كان عندي انتيرنال ريزوربشن استخدمت بايو ماتيريال راح توقف لك عمليه الريزوربشن بس اذا انت استخدمت رزن سيلر وعندك انترنال ريزوربشن راح تكمل عمليه الريزوربشن بالانترنال الرزن سيلر ما بي بايو اكتيف ماتيريال دايمنشنال ستيبل بالعكس البايو سيراميك مو بس دايمنشنال ستيبل مرور الوقت اكسبانشن فاذا عندك اي جاب راح يصير هذاك مرور الوقت راح يصير في شرينكج هاي ميديا هاي الكلام ميديا بي اس مالته 12.3 الى 12.7 كلش الميديا مالته الكلاين فيعني ذوب البكتيريا حرفيا ما تقدر تعيش فيها البكتيريا الحس السيء الوحيد البايسيراميك سيلر يقول لك انه هو هارد جدا ويسوي اكسبانشن فديفيكولت تو موف وين تي بيست
يوشي تيروشي شو يقول؟ يقول انت اذا استخدمت كل شيء وسويت واستخدمت باي ماتيريال وفشل عندك الكيس، هذا الكيس انديكيتد فور سيرجري نوت فور ريتريتمنت يعني. يوشي حتى دومينيك ريكوتش انت خليت باي ماتيريال، خليت احسن شيء ممكن يصير بروح وانت مسوي فابريكيشن. طبعا اكيد يعني ماكو واحد يروح يجيب له بايو سيراميك سيلر ويسوي ريجيشن بنورمال سيلاين، هذا مو منطقي يعني. اكيد يعني انت ما راح تقبل ماده مثل بايو سيراميك شعر ولا شيء. يعني اخوان انت مو تروح هنا لان قلت لك والله هو بي بكتيريوستاتيك افكت معناها انا عارف البكتيريا بس بالكامل ريجيشن صوتي حتى لو ما اسوي شيء من لا يعني لكن كل الخطوات ما لها زين بايو اكتيف ماتيريال. هذا الكيس بجانب هاي الحالة حاولت بكل الطرق من انه انا اوقف الجاج في اللي جاج كبير، حاولت بكل الطرق انه انا بس اوقف الاوزنج مال الكنل اوزنج على مود اقدر اسوي اوبتريشن. ما كنت اقدر اجل الكيس غير جلسه لان انا كنت اسافر والبيشنت تريد تسافر. فاستخدمت الطريقه مال دكتور يوشي تيروشي انه انا عبرت البايو سيراميك بوتي هذا عبرت البايو سيراميك بوتي اوفر ذا ابيس اوفر ذا ابيكابار. احنا ليش؟ لانه الاوزنج اذا انت حطيت اوبتريشن ماتيريال والقناه بعد تنضح هذا الاوزنج ممكن يذوب لك السيلر اصلا. فانت شو يقول لك يوشي؟ يقول لك انه انت عبر جزء مو هالقد اكيد بس انا عشان اكون كلوبل صراحه عبر شويه من الماتيريال برا الابيس حتى خلال ما الليجن تحاول تذوب هاي الماتيريال الجزء اللي فوق اللي داخل الرود قاعد يصير بي سيتنج. فلما تجي هاي الليجن تذوب الاوفر تلقى هذا سيت يجي الموضوع سهل. انت شو اسمه؟ هاي ورا خمس اشهر مباشره اربع اشهر كل الزين هاي الزايد ما اربع اشهر الليجن العظيم بس وعلي الليجن وعلي الليجن شو قد عملاقه؟ طفله هاي عمرها ثمان سنوات حتى هذا هذا ورا 4 إلى 5 أشهر ماكو كان بشي ماكو الشيء اللي عليه هو ساعد أصلاً على بون جنريشن وصل إلى بايو سيراميك بوتي أما حبل رأسي ما أصلاً زين بايو سيراميك بوتي حاطون هذا بايو أوبشريشن راح يجي دكتور أنا خزرجي قال شلون عبرته بالبروتوكول؟ أو بايو أوبشريشن بلاجر أو تسوي تخلي البوتي داخل القناة هذا اوبشريشن يعني تخلي بوتي داخل انكريمنت ورا ما تكمل شيبينج تخلي انكريمنت داخل القناه وتشغل الفايل مالتك انتي كلوك وايز على مود يدفع يسوي باكينج مو يسحب فهو خلال ما هو انتي كلوك وايز يدفع لحد ما توصل للوركينج لينث العفو وتسحبه ترجع تخلي الباك الثانيه تقلل الوركينج لينث من ليم وترجع تسوي باكينج من جديد الى ان توصل هاي المرحله. انا استخدمت بلاج صراحه سيلين باي كومباتيبلتي وخلينا نتكلم عن السوالف. واحدة من أهم 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 وأحلى خصائص البايو ماتيريال شنو يا دكتور؟ وندبلتي دكتور لبنى تربون هاي الأشياء حاضر على لا أنتي بايو كلير زين وندبلتي البايو ماتيريال فوق هذا كله إنه أنت ورا ما تخلي البايو سيراميك سيلا أو البايو سيراميك بوتي بالقناة يسوي بوندينج بالوالات تدخل تلتصق بالوالات ورا ما تلتصق بالوالات شو يصير؟ يسيد ورا ما يسيد عندنا هاي هاي المنطقة كلها بايو ماتيريال وكلها مسيتد وكلها بوندبل للوالات صار عندي دينجا مود دخلنا ماتيريال حرفيا دخلت صار بها سيتنج انسايد الروز وهي بوندبل بالوالات صار مدعم الروز مدعم بمادة بوندبل زاد السترينث تريد يعني انت موضوع البوندينج هو سعر راح يصير هذا البوندينج شلون راح يصير بوندينج بس شويه مزعجات الاشياء العلميه مزعجه صراحه بس هي تفيدك انه انت يعني اذا السؤال تفهم على جماعه يعني راح تقول انه انا اعرف يعني انا ما استخدم الانتي اي صراحه هو الاريجيشن مالتي 10 دقائق بس ساعه يعني بس في اوبشن ما يصير قد يسوون الاريجيشن؟ ربع ساعه 10 دقائق ربع ساعه وهي بايو ماتيريال كلش
من تخلي السيلر بالقناة راح يصير ديفيوجن، تبدي البارتيكلز مالت السيلر تدخل بالدن تانر تيوبيوز، حتى نعلمكم يعني حتى نقولكم شلون قاعد يصير بوندر بلوسي. تدخل البارتيكلز بالدن تانر تيوبيوز يصير ميكانيكال انترلوكينج، يعني انا هذا دن تانر تيوبيوز دخل بها سيلر وهاي دخل بها سيلر تشله بالش اسمه، صار هذا ميكانيكال انترلوكينج. تمام، هو الكيان مالت عالية راح يسوي لك ديجنريشن ما تشوف بالكولاجين فايبر اللي موجودة بالدن تانر تيوبيوز، راح يصير فراغ، راح يخلق فراغ بينه وبين الدنتين الدن تانر تيوبيوز، لأنه هو الكيان مالت عالية راح يسمح إنه المينرالز بعد ترجع اللي هي كالسيوم سيليكيت كالسيوم فوسفيت تدخل بهذا الفراغ، راح نوش يسوي له هيدروكسيبيتات. هيدروكسيبيتات يعني هي بايو أكتيف ماتيريال سيدة صادقة. هذا دوخ الموضوع، بس انتوا يعني اخذوا لها صورة هاي حتى بعدين من ترجع لها تعرف شلون يعني قاعد يصير بوندابلتي بين البايو سيراميك سيلر او البايو سيراميك او البايو ماتيريال بشكل عام وير روت، وشلون تقوي سنجل كون اور مولتن روبر. حرفيا هذا الموضوع راجع لك انت كطبيب اسنان، لازم تعامل البايو ماتيريال كفولنج ماتيريال مو كسيلر. يعني انت اذا اكو امكانية تخلي بس بايو سيراميك سيلر تمليه على قد القناة انتهى الموضوع، حتى كتبت ما احتاج عسى ما تطبيق بار بوينت انتهى الموضوع. ليش؟ بايو ماتيريال شنو؟ فولنج ماتيريال مو سيلر. يعني انا ما افضل اقول بايو سيراميك سيلر، اقول بايو سيراميك فولنج ماتيريال، لان هو فولنج ماتيريال هو بعدين راح يصير هو روت فولنج ماتيريال. اذا هي فت الكتابير كمالتك والامور تمام وما تحتاج تسوي مولتن، يعني ما تحتاج بايو، ما تحتاج اي اكسس ولا تحتاج اي اكسسوري ولا بيكر ولا اي سيستم بي ولا هاي ال 600 دولار فجوه مجرد حصيله كون واجيتيشن وانتهى الموضوع. اصلا بقول جدا حتى على تعليقكم على العقد الزواجي، هذا اللي اقصد به انه خلال ما تحقن البايو سيراميك سيلر هسه راح تشوف انه راح يصير فولنج ماتيريال، راح يملي القناه بشكل كامل وكانه ياخذ شكلها. تخيل هاي الماتيريال هسه اللي راح تنحقن وراح تترس القناه، هاي الماتيريال راح تسيد وتصير هارد ماتيريال زين وبوندبل بال، يعني حتى بعد لا احتاج كتبيركه ولا احتاج اي شيء ثاني، هي هاي الماتيريال سدت لي كل الامور قفلت كل شيء. ها انت اسكت. هاي الطريقه اللي انا ادخل بها كتبيركه انسايد الكنل، اسوي مجرد احرك احرك الكتبيركه وانا ادخلها احركها يمنى ويسرى، ممكن افرها ليش حتى اكو اير بابلز او اسوي ديليفري للابيكال بارت. الماتيريال ما راح توصل للابيكال بارت، فخلال ما انا احركها راح تسوي ديليفري للابيكال بارت. هاي العمليه رفاهيه ما انصح اي احد يسويها، بس انا فارغ ما عندي شيء كان والكيس بسرعه خلص بستخدم السيستم دي وكذا. يسوي كل شيء ويضبط الفيوجن ويشتغل امبلانت والبيشنت ما يعرفك ما عندك فلوس. هو ار يو صار لك 5 سنوات تسطب اسنان طلعت روتيتا كذا، هل انت مسوق نفسك للبيشنت؟ صار لك كم سنه تسوق نفسك للبيشنت؟ البيشنت تعرفوه؟ اكو اطباء اسنان شغلهم سيء جدا، البيشنت ممكن يطيح على مول قبل 300 دولار وانت تحط له بايو اوبشريشن اوفر لين ينطيك 200. ليش؟ كل شيء اسمه بيرسونال براندنج، هذا ينبني بسنين. ينبني بسنين وينبني بتسويقك مو لأطباء الأسنان، للبيشنت. طيب أسنان الشاطر مو بس اللي يسوق نفسه إنه أنا خوش طيب أسنان شغله حلو لأطباء الأسنان، لازم يعرف شلون يسوق للبيشنت.
يعني انا من الامثله الجديده الحلوه شايفها عياده دكتور المقبره، الصفحه مالتهم مال العياده ما بيها لغوه زايده، بيها توجيه للبيشنت، مريحه وما ادري شنو، هذول اطباء شنو حلو هدوء، البيشنت راح يعرف ذول الاطباء يعني شغلهم زين. من شغلات انت كدينتست يجوز تقول هاي شنو دخل طب الاسنان، مو البيشنت ما دخل بيك، هو مو طبيب اسنان، اوكي؟ فالطريقه اللي تسوق بيها زائد ثقتك بنفسك بالسيرجر دائما، مثل واحد يدخل كورسات سيرجر يقول يقع على السيرجر والامتلاج والمايكروبكال سيرجر، شو يقول لك؟ البيشنت شلون يقبل هيك؟ البيشنت حرفيا يباور بعيونك من تحكي، انت واثق من نفسك؟ اكو بالامتلاج خوري تكنيك، بالصنبون منها يحطون يحطون بايو ماتيريال، البيشنت شلون يقبل؟ كل يطبون كورسات، البيشنت شلون يقبل؟ عادي يقبل انسى من يقول انا عادي مسوي اكثر مره، ليش يقبل يمه ما يقبل يمك؟ اي كونتاكت. انت من تحكي ليش صرت هيك؟ مو البيشنت يعني اكو مره صديقي هنا ببغداد قال لي قلت حرفين، قلت للبيشنت الكيس مالتك ب 300، فالبيشنت قال لي دكتور بي ام دبليو لك ب 150، قلت انت حرامي شنو طايحك نص السعر بحكايتي؟ ماكو هيك، ماكو احد ينزل من الكوست مالتك. حرفيا قبل اسبوع احنا عندنا مولد بالعياده، فقولي لي تدخل وطنيه ينطي عازم مولع وتشتغل اوتو، وقف خبرنا الكهربائي اجى قال ماكو شيء بس البرغره خبر باخذ كافيه فور، انت هذا عادي تنطيب رضات نفس، بس من يجيك بيشنت العياده انت مسوي عروض فحص مجاني، ليش الفحص مجاني؟ ليش الفحص مجاني؟ ليش الفحص مجاني؟ وقت هذا كله كيف بس مو انت ليش تسوي الفحص مجاني وتسوي عروض عيد الحب وتسوي 50% خصوم، ليه تجي تقول البيشنت ما جاي يديني فلوس؟ انت ما جاي تعرف تسوق صح، والبيشنت اللي يجي على العروض ويجي على الفحص مجاني مجاني هو بيشنت غير لويال، بس يجي واحد يسوي عروض من الاخر. الموضوع هو تيك ستاند. ونقطه اخيره على الموضوع، انا ودكتور احمد حميد قبل سنه كنا بدبي، صار سنه كنا بدبي مؤتمر مال كيجي، فجابوا محاضر من بريطانيا يشتغلون عندهم 1000 باوند، تعرفون شو 1000 باوند يعني؟ بالدولار. فقال له قال له احمد قال هذا الكيس ليش ما اشتغلته كله بايو سيراميك؟ قال هذا الصديق هنا قاعد يمني ابشر كله بايو سيراميك حتى ما حد قتفير باب علي ايش فيك؟ فهو الموضوع ترى انه احنا ما عندنا جو اقتصادي، احنا ما نحسب، احنا جاي نشتغل عم بنونس نفسنا ترى، ولا تجينا ماديا فالموضوع غير مثمر، بالاخير بالعراق باعلى العيادات سعرا غير مثمر ماديا ما عدا اللي يشتغل تلزيم او متونس. ليش؟ سال سؤال ثاني دكتور قال شو الفرق بين المنفض والابن؟ دكتور ردنا بشوية تحكيها حلوة قالت لك شو الشيء الحلو بيدك؟ انت شو تستخدم؟ بلس شو اسمه؟ كوستمر سيرفيس مال الشركة. انا بالنسبة لي الشركة مال المنفض اني يعني عندهم تعامل شخصي، فانا من قديم اشتغل وياهم، الفلوبلتي مالته احبها لانه هذا اللي جاي اشوف هذا ريفلكت مالته ايفريوير، هذا منفى كل مكان تمام، هذا الكيس اقارب يعني وهو على وضع من ذاك الوقت قديم الكيس زين بس جاي زين. طيب اكو شيء دكتور احمد قاعد خذ الجزء يشتغلون كان انت من يشتغلون كان من قاعدين بعد من يشتغلون كان من يوم من ويا واحد يشتغلون كان ايش قد الكومبليكيشن بالامبلانت كمية الفيلرات بالامبلانت كمية المشاكل بالامبلانت ثلاث عضلات without انا حرفيا ماكو اي سبب امبلانت ممكن تفشل ماكو بيرودونتال ليجمنت ماكو توزيع بالدكتور صح يا الله زين فكل امبلانت تخليها انت قلبك يقول والله ممكن تفل اي خلل ممكن يصير رجل ما يصير جري دهيسنس من الفلاب الفلاب ينفتح يجوز تفل الامبلانت فالموضوع معقد فانت اذا اكو شيء تسويه يمدد وهذا شيء طبعا تحكي ويا البيشنت فاهم يعني مو انت تحكي تقول له اقعد افتح حقك يلا ها يلا روح البيت لا في ماله تفهم البيشنت انت جاي تسوي اجراء ان هذا الاجراء ياخذ كم سنه بحلقه راح يصير اكو فيلر يفضل ان هذا الفيلر شو يكون؟ ريبيرابل حتى تقدر شنو ورا؟ تسوي تريتمنت ورا تسوي تريتمنت ثالث
ورا توصل للحافة، الحافة هي البايو ابتشوريشن. هذا العلاج الأخير قبل الإكستراكشن. فاللي يسويه لازم ياخذ كوست مال الإمبلانت للبيشنت اللي هو ما يريد يسوي واللي هو مستعد يدفع له. هذول البيشنت هم موجودين في العيادات، بس طريقة تعامل الدينتس تحكم راح تشتغل راح يشوف منك راح يروح لمك. طيب خلينا نسولف على السريع قبل ما نروح بالكيس اللي نحضر اللي هو الكيسات. غير موضوع البوندينج ذكاء الدكتورات، من اكو مشكله عندنا كبيره. ليش انا ما افضل، يعني مو ما افضل، بالكيسات اللي واصله مرحله متقدمه الكيس جدا ديفيكولت، الكنل الدنتين البروت قليل الوضع تعبان، ليش ما افضل انه انا اخلي سيك اخلي جيت بيرفي؟ لانه راح ازيد مناطق ما راح يصير بها بوندينج اوف بايو ماتيريال ويا الوولز. محتوب شنو عندنا؟ بس جيت انا احتاج الاكتيفيتي مال بايو ماتيريال تغطي الكلام كله. هذا رقم واحد. رقم اثنين ال 3D obturation هو حلو بس هو بيبرجر بيبرجر. هذا بالتريتمنت حلو، يعني هو كان اصلا الروت خلينا نقول اكوت بالبايتس ريفرزبل، احكينا عن هذه الموضوعات بدكم بالقلب تحكم به. بس مثلا مثل ما قال الدكتور احمد جاك بيشت منام اسبوع، وانا كذب مره منام اسبوع هو يوم واحد انا بجيك بس اوكي قلت لك الدكتور صار شهر منايم ولا شنو جيت انا اريد انزل تحت عنده اي شيء راح تخلي له هو راح ينجح. اشتري البارت شلته خلي 3D obturation حياة سعيده راح يرتاح راح يدعي لك. بالريتريتمنت اصلا قلت لك اثناء رفع الجيت بيرك ان كان روتري بروك او روتيشن او سيستم بي دخلت او تشيل الجيت بيرك القديمه وترجع تسوي 3D obturation مرتبه هذا هاي بيبر الصفحات راح تكون هي عباره عن بيبر يعني مو صفحه شخصيه. هذا الشيء راح يسوي انيشيشن لكراكس بروت. الكراك من يصير بروت البدنتين هو هسه الكراك البلكراون صار راح يحكي. ديفيد اولمن يقول ما يبقى قارب اختي. ديفيد كلاك يقول عوف. فور بلكراون. اوكي؟ البروت لا اثنيناتهم يسكتون. من يصير كراك بروت هذا انيشيشن فور فيرتيكال روت فراكشر. فما يصير بالكيسات الريتريتمنت المعقده انه انا اجي استخدم هاي الاجهزه. مع كامل احتراماتي لكل الابحاث والكتب العلمية من هو هذا البحث انه انت ما يصير تضغط على الدنتين هالقد. اهم شيء بده ستركشر والدنتين ما يصير تضغط عليه. شلون نسوي عمق انت راح تشيليها باي شيء بس جاي اقول لا ترجعي تسوي برجر اثناء الاوبشريشن ورا ما شلتي. فهمتيني دكتور؟ انت شلتي الجتتك القديمه وسببتي برجر وخليتي هواي كلور وسويتي اروشن. هسه ارجع اضغط على الدنتين بالاوبتريشن ده ينكسر ولا ما يقول؟ هو اغلب هالكيسات ما كبرتها اصلا. طيب الكالسيوم سيليكيت ديفيكال تو ريموف هاي هوس هاي شو قاعد نقول؟ ما ينشال الامتي ما ينشال البايوسيمنت ما ينشال. هو انت ايش هو ده شكله بعد يعني هذا اسالكم سؤال. شايفين كيسات مال اطباء اسنان اورس شويه ماخذ من واحد سواء يشيل الباكيتات يشيل السمنت بدايموند بير او المفروض ما يشيل دايموند بير. شايفين شو يسوي بالانامل؟ دي بوندنج بير يرجع لو ما يرجع هذا الشيء. فاحنا شو نسوي بعد؟ نقول ما نشتغل اوف ما نشتغل اوف. بيشن دينتست مشتغل كومبوز غلط الكابل ديزاين مالته مع امالجام صار كراك فالكومبوز زباله ما نشتغل ماكو شيء. المشكله دائما صوت الاوبريتر مو صوت الماتيريال. استخدم الماتيريال صح ما صار عندك مشاكل. البايوماتيريال من تستخدمها صح ويا الافكت مالتها الصح مستحيل يصير عندك فيلير الا اذا كان عندك اكسترا راديكولار بايوفيل. هذا شنو الكيس اللي كيف فور وات؟ سجل ريتروجريد راح اعرضك الكيس بالاخر. زين يعني اكو دكتور بايوفيل بروت فوق ما يغطي الروت؟ ها؟ ما تدخل الروت؟ خارج الروت من الاكسترنال. سويتها اكسترنال راديكولار. انت لازم تعامل برا وجوه تشتغل بالابسكتومي. شنو هي الام تي اي؟ شنو هي الام تي اي؟ اقدر اكيد. لا يقول قبل لا تشتغل ام تي اي. انت غلطت وصارت وراني. اوكي هو اوريدي وما صارت هي موجوده قبل لا تخلي ام تي اي. اكسترنال راديكولار بايوفيلم.
اوكي تسوي مايكروبكال سيرجري بس وعفوا اصلا ما بتحط الريسبوند يعني اصلا موجوده بطن الرؤوس اصلا كل السيرفيس مايكروبكال سيرجري افتح المكان على سي بي سي تي بلان اكس افتح تقص جزء كلش قليل من الروت اقل من جزء تقص لك بيت بيركي يعني ما تحتاج تسوي سبيس عمود الفلنج اصلا ما بتشر كان كلها بايو ماتيريال سوي شوت ولا تحط كولاجين انت انت نعم الله لك حطيت بونوغراف انت كبير يعني ايش تسوي وما طول ربع ساعه داخل من بيش توايف بس سويت الاخير الماتيريال اللي ايزي تو ريموف معناها هاي الماتيريال اكو بينها وبين الوولز ليك اكو ليكج اكو بكتيريا جات تتمشى وممكن تتمشى والحياه سهله اوكي طبعا اكو وين اطباء انترناشونال قالوا لهم اسمائهم عندهم الزينك اوكسايد جينوس سيلر يعني ما يصعد ولا ينزل يعني اذا اعطيك اسسمات قال مؤسس ستايل ايطاليانو اندودونتست مؤسس تيموروتوف عندهم الزينك اوكسايد جينوس سيلر اقطع المشكله مو هذا الرجل انا عندي فوق 50 سنه زين انت نفسك تقول عندك فول اب 50 سنه ضد واحد ثاني يقول لك عندي ابلا ملقم فول اب 50 سنه شنو انا هاي ماتيريال بيها مشكله تاثيرها جدا سيء على الكومبوزيت تاثيرها جدا سيء على البلاكتيشن بيها ريزولوشن كلش عالي خلص انا بدي اغير الطب دي شغلتين شو تفتح شوي دكتور ياسر دي شغلتين دي خبر دي مواصفات نهدي المواكبة أفضل من الخبر. أنت ما يصير الظل بس والله على أن هذه المادة صار فمعزل بعد. من ملكك في شغلات جديدة أفضل من شغلات طيب. فأنا عندي ماتيريال جاي تفيلر راح يصير عندي ريكيرنس. ممكن إنه يصير عندك ليكج بالكورونال سيل والكورونال سيل مزعج أزعج شيء بالإندودونتيك تريتمنت الكورونال سيل. كل مشاكلك بالإندودونت تكتبت ممكن تنحل إذا ضبطت كورونس ممكن الله يسترها عليك ما ضبطت تعذرني فبالتالي أنا أحتاج ماتيريال نحلي ما بيها ينشف خليني نسوي مقارنة بسيطة بايو كومباتبل إناف تعرف ما شنو هذا إناف؟ ما هي تأثير طين وش ما؟ إكسبانشن شرينكج الكلاي ميديا ماكو بكتيريا تعذرني بعد انكريز براستر ريزيستنس يعني هاي تخلي الروت يقاوم الفراكشر هاي فولنربل فور حبوب انكسر هاي بريشر طيب سوبيريور بون اصلا هاي ديفيكولت خليت اللي بعد وصلنا للحاف لان الحاف قبل الاثنين في الحقوق هنا شنو راد لك وهنا شنو راد لك هنا راد لك هواية جدا بصراحة لأن تروح وقت البركة سيستم دي وقام والسيلر مرتب من القديمات ومو كل شيء مرتب بس فورا هنا راد لك بس الأدوات الأساسية المعيار اللي هي قت البركة بيبر بوينت بلجر والفايل يصير بشيء ما راح تشتري شيء جديد ذاتس وقبل كانت البايو ماتيريالز كاش مسكت كنت كان غالي في الأسماء التجارية هسا صار فوردو من كل الشركات تماماً يعني الشركات تضطر تنزل سعرها زين وين أستخدم إنه أنا ما أخلي البركة بس بايو سيراميك يعتبر كوستي تريتمنت علي وين أخلي الكيسات التسوى مو كل الكيسات هسا أوكي مو واحد ممكن يعرف هذا بس مو كل مرة عندي ريزوبشن سي شيب كنار يعني أنا أقدر أترس سي شيب كنار كله بكالسيوم سيليكيت من دون ما أضطر إنه أنا أخلي قطعة. بعد البرفوريشن، الأوبن أبيس، الماتشوروس، الأسنان اللي رادلها معالجات مستقبلا اللي مثل ما قال دكتور مايك أوبكال سيرجر أنا هذا الكيس شفته قلت لي البيشنت إحنا هنسوي لك هسه إندودونتيك تريتمنت نحتاج بنسبة 50% سو سيرجر نصيحة لوجهة لا ترفع سقف امان المراجع كل التريتمنت اللي تسوي ليها موت قلبه على موت دمر انا بيش من طبلي ادمر يعني حياتي يقول انت شلون شلون تشتغل ادمر على موت انت شو يقول لك بس خلاص طيب زين كل المحبطات حطها بوجهك احسن بعدين ما راح تواجه مشكله اغلب المشاكل تصير بين اطباء اسنان والبيشنتس هو الاكسبكتيشن مال البيشنت
الاكسبكتيشن يعني واحد صديقي يشتغل فينيرز تبقى ابتسامات فينيرز انت راسك ذاك يوم صارت عندنا مشكله البيشنت جاي بالهنا ورايحت لي صقطتني زين انت ايش ما تسوي لها موقف انت ليش بديش دوا سوي بريبريشن سوي لها موقف خلينا نشوف شكلها عجبها عجبها ما عجبها لا تسوي فدائما بدر يعني هو بيش جاي لك قال هذا الساحه راح يسوي هيك انا راح اصير ماكو يعني فانت لازم لا تصعد الموضوع غير هذا بعد شنو عندنا استخداماته الكومبلكس اندولوجي كيسز هاي تشاليه هاي 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 الفالوسيراميك انتي انفلاماتوري يعني شنو الشركات التي صنع لك بايو سيراميك تقيم جد نسبة الرزن لهم أغلبهم يكذبون يقول لك إحنا ما عندنا رزن. سو شلون لازم؟ فيو كالسيوم سيليكيت كلهم عندهم رزن. الكل جد نسبة الرزن شلون تقيمها بالبوست أوبراتيف بين وين بالفايتال كيسز النام فايتال تعذر ما شو اسمه نام فايتال ما هو بوست أوبراتيف بين أغلب الكيسات ما بيتركنا أو بس بالفايتال كيسز تقيم اذا البيشنتس تسوي احصائيه كلهم او نسبه جدا قليله قاعد يقول لك ما بين قليل اوكي خاصه البين منين بس انت مشتغل لك كلاس 2 هو عنده بين من القلب جزء تقاص القلب توجعت اذن ايش مالك البين من الروس؟ البيشنت يقول لك البين من الروس؟ البيشنت شفتي من هالدرجه؟ ما له دخل طيب البايو سيراميك انا راح احكي بنقول بايو سيراميك معناها ام جي بس احنا جاي نحكي على البايو سيراميك لانه اسهل بوايد من ام جي البايو سيراميك مو بس يشتغل لك على المكان اللي هو وهاي العظامات انت غالب المين كانال بالروت نفسك اكو لاترال كانالز واكو اكسسر كانالز من هنا ومن صح؟ الافكت مالته حتى تشتغل على اكسسر كانال وحتى يحفز لك formation of cementum in accessory canals. هو ما واصل لهذا المكان أصلاً. هذا logical effect ما. يعني هو مو in touch. Okay؟ اللي هي biomaterial. طيب. بعد. أنت من تجي تخلي biomaterial بالperforation. شو تتوقع راح تسوي لك على biomaterial؟ شو بالكم؟ هسه مثلاً جبت صانة perforation خليت MCA أو biomaterial. أغلبنا شنو يتوقع؟ إنه راح سد الفتحة. هي راح تسوي لك سمنتم جديد جوا البايومتير. وهذا مو حكي كثر. صراحة هذا مشابه. هذا كيس جان له علاقة بسنين. شوف هذا أوبن السنة وين يمكن 14 سنة. ولا أقل من 15 سنة. بس يمكن 14 سنة. هذا الكوث واقع عليه من هو صغير وستيل ما تشوف. أوفن البيرس بعد كيشن هذا CBCT مالته وأنت بس CBCT ما يعني تدخل الطول هو نفسه ما يغلط CBCT طول الروت والدايميتر مالته البيرس عرفت إنه 160 يعني كل شيء كبير على البيرس أوكي 1.6 والطول مالته 20.9 فخلاص ستاند الكيس هذا الأوبتريشن راح عرفين صار كلها باشر عموم تي اي كلها باشر ما في تكرار بلاك هو الدماغ لما البلاك خلص الروت كله رايح فليش تحط بلاك هاي النقطه راح احكي بعدين لما يصير تسوي بلاك بعدين راح ليش يصير وما يصير تخلي فايبر بوست ما يصير على فايبر بوست حتى عشان الدنيا فايبر بوست بوتي احسن بوتي سيلر كاست هو باي ماتيريال بعد سيلر بعدين راح نطلع التكنيك شلون تمشي زين ثلاث روت كلها باي ماتيريال هذا 2019 2020 مره سنه هيلنج نرجع على الصوره طبعا هيلنج هاي في مشكله هذا السرقات اوكي خلص هذا وراح نشوف عام 2023 سمنتم جديد اوكي هو البايو ماتيريال انت عندك هو كالسيوم فوسفيت كالسيوم سمنتم يعني سمنتم سمنتم
ما اقتنعتي بالكيس هذا هاي هاي بيبر طبعا هاي بيبر الناس كل بيبر بس كنت مو حاضر ما حد حاطني كارت فشو تعمل جواب بس احمد حاشي ما موتني موتني هو يعني هو عندك اوستيو اندكتيف دومينو جريكوتشي او دونتو اوستيو بس دومينو جريكوتشي من يخلص شيل الدفايس انا كله شيل انت شو شوف شو واحد جواب هذا سمنتو Increase the fracture resistance over time, promote osteogenesis, cementogenesis, and PDA formation. فأنا أعوف هاي وأروح أرجع السيدارات القديمة ما نصف والله زين لما غالي زين طيب دولار. هسه نحكي بشكل عام بدو ستركتشر لديد البون سترينث يزيد بقي سنير لير انشان بروت انشان بالكراون نفس ذلك الفورس جنريشن مالت البون تجو أقوى بون لازم تروف سنير لير ماذا تروف سنير لير صوديوم بايكربونات نسمى بسموس هنا نفس الشيء بروت the same بروت من تستخدم مادة بوندبو ويا بروت وورز لازم تعرف اسم الرياضة يعني ما تستخدم EDTA وما ما تلزق بالاكتيفيشن حتى صوديوم هايبوكلورايت من سوى الاكتيفيشن هاي هم يشيل اسم الرياضة يعني لازم ما تطول طيب البوندبولتي هاي هو سمير لير شوف هذا كيس بي سمير لير كل واحد بوحده هذا كيس وذات سمير لير خمس سنوات سبع سنوات ثمان سنوات هاي مو شاشة يمكن ما تحب تحب لا 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 هسه بدي اجيكم على شغله قبل كم سنه او سنتين قعدنا احمد حمد كان عندي فكره قلت له اوكي انا هسه بدي اسوي بايو اوبشن كان مو شيء كان بوقتها يعني قال بدنا قرار بنزل كيسات 30 سنه 15 سنه فوق اسنان لو جايتني هسه جوز نقول لها اكستراكشن نقلع التوث هو عالج من سنين وكان فوقها وستيل فانكشن لانه الماده المحطوطه بالروتس هي فراكشر ريزيستنت مشكله الام سي اي مقرف مقرف جدا صعب التعامل يعني انت تسوي له ميكسين جبته بعد البطاريه اي بس سيف خليته على حط قطره فوق نزلت قطرتين من الساح صار التشريب فالموضوع مزعج امانه التعامل وياه مو لطيف لانتين واذا سيد جوه وبقى اكو فويد بين طبقتين من عند انتهت الدنيا هذا الخط عزم يظل فراغات اذا الفويد كبير ما تقدر تعوفه يعني لازم تطب تفلش الالتراسونيك الموضوع مو حلو تحتاج مادة شوي بناء بالتعامل زين أدرس الكاميرا كلها بايو سيراميك سيلر ما يصير شلون راح اقدر اتعامل فوق شنو اخلي احط زينيه فلو وماتيريال مو منطقي زين ممكن في مثلا هاوكم كيس بايو سيراميك سيلر بعدين اخلي بايو سيراميك بوتي بحده رجع نفس المشكله مالتي ممكن يصير فويز او قرارات اكو اماكن انت ما تشوفها الاكسترا ما ينطيك هذه الواقعيه اللي احنا نباوع لها اكو شيء بالكومبوست اسمه سنو بلوت بلاين وذ كونسستنسي انه انت حتى جماعه البروست ليش يخلون لايت بودي هيفي بودي موت. كل مكان تروح الماده تلعب بالمكونات بالكثافه مال الماده نفسها فالسنو بلوت بالكومبوست فلاوبل كومبوست هنا استخدمت السيلر والبودي سول يعني نحتم شويه سيلر ونظهر عليه بالبودي سنو بلوت أنا هنا استخدم السيلر وبودي سول شلون موضوع بسيط طبعا هنا شلون لازم نجيب احنا نفوق بالمدل سيلر تو بي سيف للامام نحكم قطرات قليله ريفيرس موت روتري وادخل فول وركينج لينث او اقل من وركينج لينث ب 1 ملم اب اند داون اول شيء على السيلر حتى شنو نزل الاجابه يعني ادرس الورات كلها بالسيلر حتى مش يصير اروى بحيث ما يجي ادخل البوتسي هاي قطره البوتسي ما يجي اخليها
راح تضغط على السلاح راح يروح بكل الاماكن الريجولاريتيز اللي هي الكلام مو عباره عن اسطوانه عاديه هي روت كانال سيستم هم نفس الشيء ابان داون وما اجي بصراحه قليل ما اجي افكر انه استخدم بلاج او متل انه ادفع بي البايو ماتيريال دائما لازم تعرف انه اكو مواد كوندنسبل واكو مواد انجكتبل ما يصير تجيب مادة انجكتبل تضغط عليها بأداة متل هي مو بيتر بير كي ولا مالجم البايو سيراميك بيبر بوينت تاتش بس زين هذا جواب على السؤال انه ما اخلي بلاج وارفع بيتر بير كي ولا خلوا باكم شغل اكثر مكان عرضة للكسر بالتوث ستراكشر بهاي الكيسز دارش بيها الاندودونت كيتمنت او التريتمنت جاي تخلي مسيرة الله حساب المكان والسبستريت أكثر مكان نحيس هو السيرفايكل أريا أو الكورونا ثيرد مالت الكنب هذا المكان مزعج جدا وأكثر عرضة للفراكشر فما يصير تخلي ربر مسيرة هنا هنا لو تخلي كومبوزيت لو تخلي باي مسيرة ويفضل كومبوزيت مو باي مسيرة طيب هاي أنا حبيت أقول قدامكم على هذا الموضوع ممكن سبب اسمه بالتالي فراكشر. طيب adhesive bonded resin وطبعا وراها نزلت بيبر من جماعه البارامتريك يقول لك استخدم فايبر reinforced composite هنا. اوكي؟ ليش ما نستخدم فايبر بوست؟ ايش في فايبر بوست؟ الفايبر بوست هي انت جاي تشتغل بمكان ديب دنتين بروز بنص الروز جوا انت ما تعرف شنو وضع الفلويدز هنا. اكو هوايه بيبرز يقول لك انه ايش قد نسبه الفشل مال الاديزيف سيستم يصير بهذا المكان غير انه السي فاكتور خرافي يعني على مستوى كلاس 1 هل قد دوت يقول لك السي فاكتور ايش قد خمس ولات وواحد فور مفتوح اما انت عندك كنر نرو اللي جوا تخيل ايش قد السي فاكتور مليار شرينكج على فشل بالبوندينج على فلويدز ممكن من الدنتانال تيوبولز الطوب على فشل بالدراينس وكل شيء فهو بعدين راح يشتغل كشنو من يوم طبط مروز وجاب فجر عروس لو ينكسر هو يطلع لو يسوي لك ويكنس وفراكتشر بالروت حسب القوة مالته وضغط الروت فبالتالي يفضل ان انت الاوبتريشن مالتك توصل شوية عن الكورونا والباقي كومبوست كومبوست عادي كومبوست فلابل فايبر انفوس حبايب ايش زين طيب دائماً أنا أميل للسينجل فيزيت ولست أنا وحدي أغلب الأبحاث والبيبرز والكتب تقول لك فنش بسينجل فيزيت الباب اللي تفتح سده فتحت باباً بكتيريا سده اليوم لا تطبخ لا تحط تيف والطبيب اللي قال أنا يعني سيستم العيادة دفع البيشنت أبي أوكي بنفس اليوم اللي سوي بي شيبينج سوي أوبتريشن سد الكنالز حط فايبر رينفورس دفلو وسد الكنال سوي كراس نفس اليوم هذني ثلاث خطوات سوي نفس اليوم على الأقل ويفضل إن توصل كل خطوة نفس اليوم حتى لا يبقى الكنال كومفرمايز ولا يطلع منك ذاك مش بعدين مكسور أو مثلاً حتى لو من الصيص عندك أوفر رفش من الأبار يبش ممكن يروح شهرين يلا يرجع لك فسد الرزق دائماً أفضل زين هاي قاعدة بيرك جامعتي طيب أنا إذا استخدم كالسيوم سيليكيت سمنت شلون أقدر بنفس اليوم أخلي صغر بلتوث ساند بلاست وخلي اسيد اتش وبوند وفلوبو فوق البايو سامبل بعد ما مسوي ما مسوي اوكي انا هنا أنا قعدت اشوف الماتيريال هاي جاي اتعامل وياها هي شنو هي؟ شنو الشغلات اللي تسيدها؟ شنو الشغلات اللي ما تسيدها؟ شنو الشغلات اللي تسويها كريسبي؟ اللي مو سيد بس الطبقة فوق تثبت ما راح تتحرك من تضربها بهواء أو بماء ما راح تأثر على الطبقات الجوية. فأنا أكثر جهاز أحبه الإعادة السيستمي بن مو سيستم ما استخدمه من الدوام أنا بس بهاي الشغلات بسيطة كل شيء تقدر تسويه أكتيفيشن تقص بيه تكابي تسوي بيه بايو رول هذا التكنيك صار شوي معقد. طيب حتى اكو شيء بالبايومتيريال مزعج اللي هو الوشا خلي بايومتيريال اخبطها قدامك انت خلي وتي وانفخ عليها هواء او ماء تختفي
فدائما لازم تحسب حساب هالنقطة. البايو ماتيريال اذا ما انت مسوي لها ستيبلايزيشن مكانها او مسيته لا تنطبق عليها شيء. شلون بدي اسوي عليها ستيبلايز؟ احد خلاص نجيب السيستم بي بريم اوكي على اعلى درجه حراره عشان ونجي ما نسوي برشر تاتش راح تسمع صوت نقسم قسم كريسبي جاي يسوي كريسبي وراها تقدر تلعب جولي كمل شو مرات والشاطر اللي يفكر زين انت هيك جاي تاثر على الخواص لا اكو واحد اسمه الفريدو ايون دولو سوى تكنيك اسمه موديفايد هيت تكنيك يدخل بطن الكنال اللي بيها جتا بيركو سيلر يوصل للكل ليبيكاسيات ويشيل ويرجع اياه في شمبار ما البيبر ما كان فيها اي تاثير الا ما راح تاثر الحراره على الخواص الكيميائيه والفيزيائيه للبايوسيراميك هسه راح اقول لك جاي يصير بوندر بمواد تقليد للخواص تريد ما انت انا جاي اسوي بايو مونوبلوك هذا الشيء راح يصير انت عندك هنا ماده بوندابلتي مالت الدنتين مالت روت خرافيه وفوق عندك هايبرد لاير ودنتين والعب العب بالبون مالتك يونيفرسال تريد 6 جنريشن 4 جنريشن ديفيد كلارك ديفيد اوليمان كيف شو يسوي كلهم زينين انت هنا جاي تسوي بايو مونوبلوك التوث انت جاي تقوي التوث بعد من صار من فايتال على اورفيس قصدي لا تخلي ويكنس بوينت احنا احنا كنا وين الويكست بارت مال التوث مال التوث مال التوث هذا المكان تخلي جاي اوكي هسه تقول جاي سي بي بوند جاي سي بي بوند ما تغير زين هسه قدامكم هذا بايو اوبشنيشن كامل راح اجي اسوي التاتش للسيستم بي بين اسليج وهذا البوند ما يتحرك ما راح يتحرك حتى الساند بلاك تضربه ما راح يتحرك وهذا فايبر من فورس مان بوزيت دائما حتى السيستم بي بين استعمله هذا أحمد حميد حط هنا كولا جيس موجه وراح أحط هنا سوبا موجوهيشن نعم هذا سي شيء ترى هذا سي شيء هاي ريت 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 والحرارة اللي تقص بيها هذا البن حرارة هي هنا تقص كذا كان راح يصير يا كيسات قلت لك لو شو مال اوبريشن مال سي شيب كانال كيسات هي انت على حافه الاكستراكشن والبلانت انتهي كنترول على اداه الهايت هذه اصلا حتى ما ادري يسوي له بايو هذا 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 هذا